أسرار لا تعرفها عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تولى نقله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حكم إمارة أبو ظبي، وأصبح رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بانتخابات من المجلس الأعلى للاتحاد في 3 نوفمبر عام 2004. ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 25 يناير عام 1948 بمدينة العين في الإمارات العربية المتحدة، لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووالدته حصة بنت محمد آل نهيان. درس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدارس العين، وتابع تعليمه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في إنجلترا. تزوج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من شمسة بنت سهيل المزروعي، وأنجب منها ولدين وست بنات، وهم سلطان بن خليفة آل نهيان يعمل مستشارا له، ومحمد بن خليفة هو عضو في المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. أما البنات فأسماؤهن شيخة وموزة وعوشة وسلامة وشمة ولطيفة، وجميعهن متزوجات ولديه الكثير من الأحفاد والحفيدات. في عام 1969 أصبح ولياً لعهد إمارة أبو ظبي ورئيساً لدائرة الدفاع، وفي نفس العام قام سمو الشيخ بتأسيس دائرة الدفاع في أبو ظبي، والتي كانت حجر الأساس لتشكيل القوات المسلحة في الإمارات. في شهر يوليو من عام 1971 حصل الشيخ خليفة على منصب وزير الدفاع والمالية، وعين رئيسا لمجلس وزراء أبو ظبي. وخلال هذه السنوات القليلة استطاع أن ينجز العديد من المشاريع الخدمية في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم، وكذلك الخدمات العامة مثل الطرق والمياه والكهرباء، كما أمر ببناء جهاز أبو ظبي للاستثمار عام 1976، والذي يعمل على تنظيم الاستثمارات المالية وتوجيهها لتأمين مصادر الدخل للأجيال القادمة. ركز اهتمامه على القوات العسكرية وأسس كليات لتدريب الكوادر البشرية، كما أنشأ في عام 1981 لجنة خليفة، وهي مؤسسة مسؤولة عن الخدمات الاجتماعية والتجارية في إمارة أبو ظبي.